من مثلك أرض الرستاق تثرين خيال المشتاق من مثلك أرض الرستاق تثرين خيال المشتاق تثرين خيال المشتاق تثرين خيال المشتاق بالرائي رياض وجنان والسين سماء العشاق بالرائي رياض وجنان والسين العشاق الشوخ يسمى ابو ثمانية وهذا كان اول قديم وبعد الحكومة جزاها الله خيرا ما نتك وشو مرة مسكين زين تنزل واحنا عايشين في من سنة 65 في المكان هذا والقاف قلوب تمنحنا حبا من فيض الأعماق والقاف قلوب تمنحنا حبا من فيض الأعماق يا عطر البلدان سلمتي سلمتي في عز ووفاق يا عطر البلدان سلمتي دمتي في عز ووفاق من مثلك أرض الرستاق تثرين خيال المشتاق من مثلك أرض الرستاق تثرين خيال المشتاق 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 بالرائي رياض وجنان والسين سماء العشاق بالرائي رياض وجنان والسين شاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زكية اللمكي صاحبة متحف البيت الغربي. نتكلمكم عن متحف البيت الغربي، يتكون من 14 غرفة، حاليا 9 غرف جاهزات، عمر البيت تقريبا 300 إلى 400 عام أو إلى 500 عام. الحارة كان جسد شخصيات تاريخية، الإمام نصر مرشد وخمس الشقيق ومنها علماء ومشايخ وجد العلامة اللي هو صاحب هذا البيت الشيخ راشد بن سيف المنسي، وتلمد على يديه تقريبا 50 أئمة علماء ومشايخ وهم هم نور الدين السلمي والسالم بن راشد الخروصي وبناء الإمام. الغرف اللي في المتحف تكلمنا مجلس مجالس مجلسين، مجلس تحت مجلس فوق، وفوق العلم والدراسة، وتحت المنتجات الخضراء الاستقبال، وفي مكان للضيوف للانتظار الضيوف، وفي غرف بعد نفس الشيء، غرفة العمة، غرفة الضيوف، غرفة المرأة مولودها، غرفة المعيشة، غرفة النضد، كنت النضد، وصل للزوار والحوش والمسفح القديم والمطبخ التقليدي القديم ومرافق أخرى بعد المتحف، وهذا كله يجمع كله في المتحف بيت الغربي. تثرين خيال المشتاق تثرين خيال المشتاق تثرين خيال المشتاق تثرين خيال المشتاق.